بسم الله الرحمن الرحيم. تكلمنا عن الليجنز اوف ذا اسندنج باثوي، الان نتكلم عن الليجنز اوف ذا ديسندنج باثوي او الموتور تراكتس. منطيني فيجر بالكورتيكو سباينال تراكت بمساراته الطبيعيه وشلون يصير الديكوسيشن بالمدولة. 85% قلنا يصير لها ديكوسيشن تعبر للجانب الاخر descend as a lateral corticospinal tract، وال 15% الباقية راح تنزل بنفس الجهة ipsilateral anterior أو ventral corticospinal tract، ثم بالليفل مال خروج كل نيرف راح يصير لها decussation خلال وضمن الspinal cord وتعبر كذلك إلى الجهة الأخرى. إذن باختصار كذلك مثل ما شفنا بالسنسوري باثوي بالموتور باثوي كذلك كل النيرفز يصير لها ديكوسيشن، لكن اكو نسبه من عندها الديكوسيشن يكون بالسبينال كورد ونسبه الديكوسيشن يصير بالمدولة، والاهم والنسبه الاكبر هي ال 85% اللي يصير الديكوسيشن مالتها بالمدولة اوبلينجاتا. يقول for a patient with a complete transection of the spinal cord at A بمستوى ال T11 6 months earlier. هذا المستوى ال T11 هنا وصار عندي complete transection of the spinal cord لمدة 6 أشهر. يبدأ يسألني مجموعة أسئلة. يقول is sensation around the implicus lost أو yes or no. الجواب المفروض عرفناه من كلامنا بالفيديو السابق، قلنا الديرماتوم مال الامبليكس شقد T10، فبالتالي ما دام الليجن تحت مستوى T10 اذا T10 شبيه انتاكت راح يدخل للسبينال كورد ويصعد للكورتكس بدون اي مشاكل، فاذا الجواب هو نو. الجواب نو. زين، هسه بداية الكلام سألني على السنسور، شوية مراجعة سريعة. الآن راح يجي يدخل على تفاصيل الموتور ليجنز. يقول the patellar reflex is weak, exaggerated, absent. هنا لازم احنا فاهمين وحافظين الفرق بين الأبر موتور نيورون ليجن واللور موتور نيورون ليجن، واكو جدول دزيناه وقلنا لازم نحفظه. الباتيلر ريفلكس هنا يقصد بي الني جرك ريفلكس. طبعا هو راح يختلف هذا الريفلكس لو كانت الانجري لجزء من السباينال كورد، يعني لو الانجري لنصف السباينال كورد هنا لازم يحدد لي هل هو يريد الباتيلر ريفلكس بالرايت سايد او بالليفت سايد. لكن بما انه انا عندي ترانسكشن للسباينال كورد، يعني كل السباينال كورد متاثر، فبالتالي الجهه مو مهمه. ايش راح يصير بالرايت؟ راح يصير نفسه بالليفت. زين، الانجوري الان مالتي هل هي ابر لو لور موتور نيورون ليجن؟ الجواب ابر موتور نيورون ليجن. ليش؟ لان ضمن السباينال كورد. قلنا اي انجوري او ليجن ضمن السي ان اس اللي هو البرين او السباينال كورد هذه ابر موتور نيورون ليجن. اي انجري تكون بالبريفيرال نيرفز اللي هنا الكرانيال نيرفز او السباينال نيرف هذه لور موتور نيورون انجري. اذا الان الانجري مالتي شنو؟ ابر موتور نيورون انجري. بالابر موتور نيورون انجري الريفلكس شنو ميزته؟ راح يصير عندي هايبر ريفلكسيه، معناها الجواب راح يكون اكزاجوريتد. الجواب هو اكزاجوريتد. muscle tone in the arms لازم ننتبه، سألني وين؟ بالارم مو باللور لم. المسل تون بالارم هل راح تتأثر لو لا؟ الارمز النيرفز مالتها من تجيني؟ تجيني من السيرفيكال سباين، يعني راح تخرج وتوصل للارم من منطقة ما لها علاقة بالليجن، من منطقة فوق مستوى الليجن، فاذا نورمال الارمز ما راح تتأثر نهائيا. بينما المسل تون ان ذا ليج ينطبق عليها نفس الكلام اللي حكيناه على الرفلكس، هذه ابر موتور نيورون ليجن، وبالابر موتور نيورون ليجن يصير عندي هايبرتونيا فراح تكون التون اكزاجوريتد.
coordination in the legs would be coordination مو فد صفة أساسية مثل الصفات اللي تكلمنا عنها مثل الرفلكس والتون، لكن غالبا بما أنه أنا عندي weakness معناه ما راح أقدر أقيس coordination. الشخص ما يقدر يحرك عضلاته بالشكل الطبيعي لأن عنده weakness بالmuscles، عنده upper motor neuron lesion، فبالتالي أنا ما راح أقدر أفحص coordination فنقول عنه unstable. نقول عنه unstable. نرجع إلى صفة جدا مهمة ولازم نفهمها ونعرف معناها لأن تتكرر هواي وممكن تتكرر بأكثر من صيغة مثل ما راح نلاحظ. يقول lightly stroking the sole of the foot e.g. with a key would cause the grade 2 toe to dorsiflex, low plantar flex, low not move. بمعنى آخر يقول لنا نطبق البابنسكي ساين. ليش قلت تجينا بأكثر معنى؟ لأن أنا ما قال لي بابنسكي ساين بوضوح. البابنسكي ساين شنو هي؟ إنه أنا من أسوي ستروكينج أحرك أي أوبجكت على السول أوف ذا فوت تلقائيا، يعني أي شخص بينا خلي يجربها، راح يصير بلانتر فليكشن، التو راح ينثني إلى الداخل يصير له فليكشن. بينما بالأبر موتور نيورون ليجن راح يصير له دورسيفليكشن. إذن بالنورمال يصير بلانتر فليكشن، بالأبر موتور نيورون ليجن يصير له دورسيفليكشن بمعنى يصير له اكستنشن ينثني إلى خارج القدم. هاي نسميها بوزيتيف بابنسكي ساين. فإذن الجواب هو دورسي فليكشن. جواب هو دورسي فليكشن. يقول 6 months after a stroke which damaged the internal capsule at B of left-handed person. خلينا نرجع نشوف الآن البي هنا صار عندي دمج بهذه المنطقة. الآن هذا جهة واحدة، فراح لازم أميز التأثيرات ما راح تكون على الجهتين سواء مثل ما شفنا بالليجن الأولى، لأن الليجن الأولى كانت ترانسكشنال شملت لي both sides، أما الآن فالليجن يونيلاترال فراح يتأثر جانب واحد. مثل ما تعودنا هذا left side هذا right side، الليجن مالتي وين؟ بالleft side. فإذا الجهة راح تتأثر يا هي راح تتأثر right side لأن النيرفز راح يصير لها decussation. هذه الموتور نيرفز لما تنزل راح تعبر إلى الجهة الثانية تغذي للجهة الأخرى، فبالتالي الجهة اللي راح تتأثر هي right side. زين الليجن وين؟ بالinternal capsule. نجي أول سؤال يقول would the tone in the ipsilateral arm be normal, flaccid, exaggerated؟ الابسيلاترال آرم راح تتأثر؟ لا، الجواب ما تتأثر، لأن الابسيلاترال آرم اللي هي الليفت آرم راح تتلقى الموتور انرفيشن مالتها مين؟ من الرايت سايد، وأنا الرايت سايد ما عندي بي مشكلة، مشكلتي بالليفت سايد. فالجواب أن التون راح تكون نورمال. سؤال آخر Would the triceps reflex in the ipsilateral arm be weak, exaggerated, normal؟ هالمرة يسألني عن reflex، هل راح يختلف جوابي؟ لا، الجواب نفسه ما دام على الipsilateral side فالجواب هو normal، لا أشتبه، لا راح weak تصير، لا صير exaggerated. زين هالمرة يسألني سؤال ذو شقين، يقول لي concerning the knee jerk يعني الباتيلر reflex بالليفت سايد شي يصير وبالرايت سايد شي يصير. بالليفت سايد اللي هي نفس السايد مال الليجن ايش راح يصير؟ راح يبقى نورمال. اما بالرايت سايد هذا اول سؤال هسه صار بي عندي بي مشكله، الرايت سايد انا عندي بيها ليجن، ليش؟ لان يعني صار عندي انا ليجن بالليفت سايد، فيا جهه راح تتاثر؟ راح تتاثر الرايت سايد، عندي ليجن بالليفت سايد اوف ذا برين، فيا سايد اوف ذا بودي راح يتاثر، الرايت سايد اوف ذا بودي ويل بي افكتد. زين اذا مو نورمال لكن ويك لو اكزاجيريتد. نجي الليجن هل هي ابر موتور نيورون لو لور موتور نيورون؟ الليجن هي ابر موتور نيورون، اذا الرفلكس ويل بي اكزاجيريتد، ما دام ابر موتور نيورون الرفلكس ويل بي اكزاجيريتد.
concerning the patellar response البلانتر العفو response. شنو البلانتر ريسبونس؟ البلانتر ريسبونس هي نفسها البابينسكي سان، رجعت لنا مرة أخرى وبصيغة أخرى مختلف. يعني من أسوي هاي ستروكينج للسول أوف ذا فوت، إيش راح يصير للتو مالتي؟ يقول in the right foot they will be البلانتر ريسبونسز extensor لو flexor لو cannot be elicited. الجواب right foot هي تتأثر بالليجن لو ما تتأثر؟ اي نعم تتأثر، لان الليجن نعيد الليجن بالleft side of the brain so the right side of the body will be affected. زين قلنا هاي upper motor neuron lesion، بالupper motor neuron lesion البابنسكي ساين شو تكون positive لو negative؟ تكون positive. اذا positive التو شي يصير بي؟ يصير لدورسيفليكشن، معناها البلانتر reflexes will be extensor will be extensor. اما left foot ايش راح يصير بهم؟ left foot normal، بحالة النورمال البلانتر ريفلكس شنو؟ ما يصير اي ريفلكس. لو يصير بالحالة الطبيعية يصير عندي، يصير عندي بلانتر ريفلكشن. قلنا هنا البابينسكي ساين مو بالأبر موتور نيورون ليجن يصير عندي دورس فليكشر فليكشن، وباللور موتور نيورون ليجن يصير عندي بلانتر ريفلكشن. لا، هو بالأبر موتور نيورون ليجن فقط يصير عندي مشكلة بهذه الشغلة. فإذن will be راح يصير عندي extensor اللي هو dorsiflexion بالupper motor neuron lesion بحالة right foot، لأن عندي upper motor neuron lesion. أم بحالة left foot راح تكون flexor اللي هي الطبيعي، هذه normal. normalين قلنا إحنا أي واحد سيجرب على نفسه التو راح يصير له flexion، يصير له plantar flexion. فالplantar response will be flexor اللي هو normal. هذا ما يخص هذا الليجن إن شاء الله واضح. نجي سألة كيس يتكلم لنا عنها، يقول a patient presents with occipital headache, neck pain and paresthesia in the medial side of the arm. عنده خدر، يعني عنده sensory problem بالmedial side of the arm and hand. كذلك weakness affecting the whole hand. إذن مشكلتي شنو؟ sensory وmotor. With weakness of extension and abduction of the wrist joint. His biceps reflex was normal, but the triceps reflex virtually absent. حلو هذا السؤال. أول شيء يسألني، يقول لي is this an upper or a lower motor neuron deficit? Why? قبل لا نجاوب على السؤال، خلينا نلخص احنا المعلومات اللي عندنا. عنده sensory problem. هل هذا sensory problem بكل الارم، بجزء كامل من البادي، لو بدرماتومز محددة؟ الجواب واضح بدرماتومز محددة، لان قاعد يقول لي فقط بالميديال سايد اوف ذا ارم. اذا فقط درماتوم، او خلينا نقول اثنين اذا ممكن يعني متاثرات، لكن مو الارم كلها ولا لارج بارت اوف ذا بادي. مثل ما شفنا بالفيديو السابق كان نصف الجسم يتاثر مثلا، لكن هنا فقط درماتوم متأثر. زين الويكنس هل مأثر على كل الارم لو فد حركات معينة من الارم؟ كذلك فقط حركات معينة، محدد لي extension and abduction of the wrist joint. معناها شنو؟ معناها المشكلة عندي مو بالسباينال كورد، وانما المشكلة بنيرفز محددة. هذه النيرفز متأثر السنسيشن مالتها، فصار عندي باراستيجيا بالدرماتوم اللي جايب لي السنسيشن مال هذه المناطق، ومتأثر الموتور نيورون اللي طالع من عندها، فمسوي سبيسيفيك ويكنس بالمسلز اللي مغذيها هذا النيرف تحديدا. إذا فهمنا من هذه الأمور وحصلناها جيد جدا. ما وضحت لي هذه المعلومات الموضوع، راح يوضح لي السطر الأخير. يقول لي البايسبس ريفلكس نورمال، لكن الترايسبس ريفلكس شبي أبسنت. الأبسنت ريفلكس أو الهايبورفلكسية أو الأرفلكسية، هذه من علامات شنو؟ علامات اللور موتور نيورون ليجن. معناها أنا عندي بيريفيرال نيرف متأذي تحديدا، ما عندي مشكلة بالسباينال كورد بحد ذاته. فإذا الجواب هو اللور موتور نيورون ليجن. ليش؟ أولا أو أهم شيء بسبب
الهايبرفلكسيا اوف ذا ترايسبس ريفلكس. كذلك اقدر اقول له بسبب تاثر درماتومز محدده بالباراستيجي، هذا ايضا سبب اخر. زين هسه هو يقول لي هذا الشخص عنده سيرفيكال ارترايتس، صاير عنده انفلاميشن بالجوينتس مال سيرفيكال سباينز. زين ليش هذا الشيء سوى لي نيرف انجري؟ جدا طبيعي يسوي نيرف انجري، السباينز او النيرف يخرج من مناطق محدده من بين الفيرتبري، فبالتالي السيرفيكال ارثرايتس او الانفلاميشن اللي يصير بين الفيرتبري راح يسوي ديجنريشن للفيرتبرال ديسك، للاقراص بين الفقرات. فمن يصير بي ديجنريشن ويصير بي تاكل راح تقل المسافه بين الفقرات، من تقل المسافه يا اخوي راح ينضغط، راح يتاثر العصب اللي طالع من بين الفقرتين، لان راح تقل المسافه بين الفقرتين، فراح يصير انترامبمنت، يصير تضيق، يصير ضغط على هذا العصب اللي طالع، فتاثر عصب محدد طالع من السباينال كورد. فاذا هذا الشيء يثبت لي ويأكد لي انه انا ايش عندي؟ عندي لور موتور نيورون ليجن، تأثر عندي بيريفيرال نيرف، ما تأثر عندي السباينال كورد نفسه. فاذا هذه الآلية مال الانجري. Which neural element؟ هل متأثر فقط الدورسال روت لو الفنترال روت لو البيريفيرال نيرف؟ هنا الجواب جدا سهل، اذا قلنا الدورسال روت راح يرد عليه المصحح يقول لي والويكنس اللي عنده. الدورسال روت لا ننسى، الدورسال روت مسؤول عن شنو؟ مسؤول عن نقل السنسيشن، والفنترال روت مسؤول عن نقل شنو؟ الموتور. فاذا قلنا الدورسال روت الكيس تقول لي انه هو عنده موتور ويكنس، اذا قلنا الفنترال روت الكيس تقول لي انه عنده باراستيجيا كذلك. فاذا الجواب هو البيريفيرال نيرف، النيرف كله بكل الروتين من خارجات متاثرات وصاير عليهم ضغط، فالجواب هو البيريفيرال نيرف. How might this injury be treated؟ الجواب هو انه نعالج الاندرلاين كوز، نعالج السيرفيكال ارثرايتس، وهاي علاجها انه نعطي سيرفيكال كولر، هاي الياقه اللي لبسوها، كذلك ممكن نسايدز، ممكن ستيرويدز، يعني العلاج هو للمرض اللي هو سيرفيكال ارثرايتس، وهذا مو موضوعنا تحديدا. الكيس الاخرى اللي تخص الموضوع هي يقول a patient present with occipital headache neck pain he complains of weakness of his left arm and hand he has no sensory loss examination shows on the left side a reduced grip with increased muscle tone and that his biceps and brachioradialis jerks are exaggerated on the right his grip was probably impaired too and his reflexes were brisk his plantar reflexes were extensor. المفروض من كملنا الكيس قراءتها بدون اي نقاش نقول هذا عنده upper motor neuron lesion. ليش؟ عدد لي ما لا يقل عن 4 إلى 5 signs of upper motor neuron lesion. وينهن؟ اولا قال لي عنده increased muscle tone. اثنين قال البايسبس والبريكوراديالس جيركس ار اكزاجيريتد، كذلك الجهة الثانية شي يقول بها ريفلكسز وير بريسك. اربعة البلانتر ريفلكسز وير اكستنسر، معناها شنو؟ معناها بوزيتيف بابنسكي ساين، والبوزيتيف بابنسكي ساين علامة على شنو؟ ابر موتور نيورون ليجن. كذلك اكو معلومة شوية ممكن نستنتج من عندها، ممكن هي مو فد ثابت مثل باقي الأمور اللي وضحناها، لكن من قال لي هالمرة الويكنس كل اللفت أرم والهاند، مو مثل الكيس السابقة كانت حركات معينة من عندها، هي هاي ما نعتمد عليها، لكن كذلك ممكن تعطيني فكرة إنه هنا هالمرة كل الأرم وكل الهاند تأثرت. فإذا مشكلتي إيش بيها هالمرة؟ أبر موتور نيورون ليجن. ليش؟ نقل لذن المعلومات إنه عندي هايبرتونيا، هايبر ريفلكسيا، بوزيتيف بابنسكي ساين، بين 3 دلالات انه انا عندي ابر موتور نيورون ليجن. وير مايت ا ليجن بي سيتويتد تو اكاونت فور هيز بريزنتيشن اند ساينز؟
الليجن مالتي راح تكون تحديدا خاصة هالمرة بالكورتكس. شلون بالكورتكس؟ ليش تحديدا بالموتور كورتكس؟ لأن لو كانت الليجن بالسباينال كورد فش راح يتأثر المفروض وياها؟ المفروض راح يتأثر كذلك السنسيشن. نرجع خلينا نرجع للمخطط بالبداية نشوف لو كانت الليجن مالته بهذه المنطقة هنا أنا على سبيل المثال هو بالكيس إيش قايل لي جهة متأثرة نيك بين left arm and hand متأثر left side جيد فإذا متأثر left side الليجن مفروض وين تكون الليجن لازم تكون بالright side أو لا هنا أنا شوي بيها تفصيل بيها تفصيل خلي نركز إذا متأثر left side الليجن إذا فوق مستوى الديكوسيشن فتكون بالright side إذا جوا مستوى الديكوسيشن إحنا نحكي على 85% الأساسية 15% هاي مو كلش تهمني وتأثيرها أكثر على الأكزيال مصلز أنا تهمني 85% اللي هي راح تصير بيها ديكوسيشن وتعبر تسوي لي lateral corticospinal tract فإذا أني مشكلتي باللفت سايد والليجن اللي نفرض تحت مستوى الديكوسيشن يعني بالسبينال كورد مو فوق المدلة فبالتالي لازم تكون الليجن وين؟ باللفت سايد نفسه هنا أنا. بس هنا أنا من الصير الليجن ايش راح يسوي لي مشاكل اول مشكلة انه اكو سنسوري تراكتس راح تعبر هنا أنا. فالمفروض يصير عندي لوز اوف سنسيشن سواء بالجهة نفسها او بالجهة الاخرى حسب التراكتات هسه مو مشكلتنا بعد من صار عندي ليجن هنا هل بس الارم راح تتأثر لا المفروض كل المستوى البودي للأسفل راح يتأثر حتى اللور ليج اللور ليج المفروض يصير بها ويكنس وأنا لا هاي صايرة عندي ولا هاي صايرة عندي لا فقد دان بالسنسيشن ولا متأثر عندي أورجن غير الأبر لم واللفت تحديدا زين إذا المشكلة لازم وين تكون لازم تكون بالكورتكس نفسها هنا الليجن فقط بهذه المنطقة ليش؟ لأن الموتور كورتكس هي فقط مسؤولة عن الموتور انرفيشن ومضروب الجزء من الموتور كورتكس تحديدا المسؤول عن اللفت آر فقط الآر متأثرة من الكورتكس هنا أنا أقدر أضمن ما يصير عندي سنسوري دمج لأن السنسوري كورتكس تختلف عن الموتور كورتكس غير منطقة فما عندي فايبرات سنسوري راح تتأثر والموتور كورتكس مال الارم هي خاصة دون غيرها فمن راح يتأثر راح تتأثر بس الارم ما راح تتأثر لا الليج لا الترانك ولا أي جزء آخر من البودي فإذن عندي ليجن بالكورتكس تحديدا مأثرت لي فقط على اللفت ارم زين السؤال هنا هل الليجن بالرايت سايد اوف ذا برين لو باللفت سايد اوف ذا برين يا ارم متاثر عندي اني اللفت ارم زين الموتور فايبرز من نزلت عندي من الكورتكس راح تغذي لي نفس الجهه لو الجهه الاخرى راح تغذي لي الكونترالاترال سايد فاذا بما انه اني المشكله عندي باللفت ارم اذا الليجن مالتي لابد ان تكون وين بالرايت كورتكس قبل شوية المشكلة وين صارت عندي هنا ليش أنا اشتبهت ورجعت رسمتها بهذه المنطقة لأن لنفرض هسه الشخص هذا عنده sensory impairment وعنده مشاكل بباقي جزء من الجسم ورادني أحدد مكان الليجن هل يصير أحددها فوق المدلة ما أقدر أحددها فوق المدلة ليش لأن الديكوسيشن هو وين صار بالمدلة الديكوسيشن فبالتالي أنا المشكلة مالتي راح تكون إبسيلاترال لأن بعد المدلة أسفل من المدلة النيربات هي أوردي عابرة هي أوردي صار لها ديكوسيشن فكل نيرف
إذا صار بي دمج راح تتأثر نفس الجهة، بينما قبل المدلة شبيهة راح تتأثر الجهة الأخرى لأن بعدها ما عبره، فهذا النيرف راح يعبر يغذي الجهة الثانية. أتمنى صارت واضحة الفكرة يعني. فباختصار هو هذا جواب السؤال الآخر الثاني بالكيس. قال لي where might a lesion be situated account for his presentation and signs. لازم تكون بالموتور كورتكس that is responsible for the arm تحديدا، فصار عندي مشكلة بالarm فقط. Which neuronal element are involved? The cell body of the corticospinal tract، لأن هو الكورتكس بيها cell body، فصار عندي impairment of the cell body of the corticospinal tract. هذه باختصار يعني موضوع الموتور نيورونال ليجنز. نحتاج نفهم المخطط ببالنا. أكثر شغلة تدوخ اللي هي أنا شوي خربطت بيها وما أعرف إذا صححتها عدل أو لا، اللي هي مسألة الديكوسيشن. راح أعيدها بشكل مختصر وسريع، أنه أني عندي ليجن الآن بهذا المستوى هنا أنا. باختصار هذه الليجن وين باللفت سايد؟ راح تتأثر عندي الموتور فانكشن وين؟ بالرايت سايد. لكن الآن لو عندي ليجن، خلي أوخر ذني حتى الرسم يكون واضح، لو عندي ليجن بهذا المستوى هنا أنا. هل نقول هي الليجن صارت بالرايت سايد، هل راح يتأثر اللفت سايد؟ لا، هنا أنا راح يتأثر الرايت سايد نفسه. ليش؟ لأن 85% من اللي تركش به صار له ديكوسيشن عبر لهذه الجهة، فبالتالي هذه الجهة هي نفسها راح تتأثر، لأن هذا النيرف هو بعد راح يغذي هذه الجهة، ما راح يعبر يغذي للجهة الأخرى. فإذا راح يتأثر الرايت سايد نفسه إذا صارت الليجن بعد مستوى الديكوسيشن، راح يتأثر نفس السايد. لو صار عندي العكس، إنه هو انطاني الليجن رادني أني أستنتج من عندها، قال لي إنه شخص فقد الموتور موفمنت مالته بالليفت ليج وصار عنده فقدان للسنسيشن والى اخره، معناها الانجري مالتي محدوده وين؟ بالسباينال كورد، مو فوق السباينال كورد. فبالليفت ليج معناها هنا الليجن راح ارسمها بالرايت، لو بالليفت سايد راح ارسمها بالليفت سايد نفسه، ارسمها بالليفت سايد لان الليفت ليج هي تاثرت، وبالسباينال كورد اني النيرفات مالتي صاير الهندوكوسيشن، فهنا راح يغذن نفس الجهة. أما لو قال لي صار عندي motor loss of the whole right side of the body، كل الجانب الأيمن من الجسم صار عندي بي شلل، معناها مشكلتي وين؟ فوق الspinal cord، لأن كل الجسم يتأثر مو عضو واحد. زين هنا أنا فوق الspinal cord راح أرسمها بالright side لو بالleft side؟ لابد أنه أرسمها بالleft side اللي هي مثل هذه بي اللي هو اصلا منطيني اياها، لان ما دام فوق السباينال كورد يعني فوق المدلة، معناها بعدها ما صار الهنديكوسيشن، فالانجر راح تكون بالليفت سايد واللي راح يتاثر هو الرايت سايد.